حلقة بالتأكيد مهمة وحلقة استثنائية وحديث مهم جدا لكل جماهير النادي الأهلي في هذه اللحظات وفي هذه الساعات الهامة جدا من عمر النادي الأهلي خلال هذه الفترة. بالتأكيد النهاردة عندنا أخبار وعندنا موضوعات تهم جماهير النادي الأهلي في كل مكان، سواء فيما يتعلق بألعاب الصالة، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، وألعاب عديدة. عندنا أخبار وعندنا تليفونات وتقارير مهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي. لكن في البداية مهم جدا أن احنا ننوه للحدث الأبرز هذا اليوم اللي جماهير النادي الأهلي في كل مكان، بل جماهير مصر في كل مكان وفي الوطن العربي الكبير تنتظر هذا الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة، أو لما لا خلال الدقائق القليلة القادمة. شركة استادات تتولى إدارة قناة النادي الأهلي وتستحوذ على بريزنتيشن لايف. خبر مهم جدا جماهير النادي الأهلي بالتأكيد بتتابعه خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان شركة استادات القابضة نجاحها في الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة حقوق العلامة التجارية لقناة النادي الأهلي. بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة بريزنتيشن لايف إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة استادات القابضة. وتسعى شركة استادات لتطوير قناة النادي الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية خلال الفترة القادمة. هذا الخبر وهذا الموضوع بالتأكيد سيكون محل اهتمام الجميع خلال الفترة القليلة القادمة من خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مقر استاد ملعب مختار التتش في مقر النادي الرئيسي في الجزيرة للإعلان عن الشراكة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة وتوقيع عقود العديد من المشروعات الضخمة. تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع تابعوها على مدار اليوم ومن خلال بث مباشر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عبر شاشة قناة النادي الأهلي. تابعونا وانتظرونا لتغطية هذا الحدث الهام ونقلة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة، تحديدا نقلة اقتصادية ومشروع استثماري بالنسبة للنادي الأهلي في العديد من الموضوعات خلال الفترة القادمة. ألعاب الصالة بالتأكيد محل اهتمام كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وألعاب الصالة خلال الفترة الحالية في مباريات عديدة في لعبة كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، وهناك ألعاب فردية أيضا تحقق إنجازات عديدة خلال الفترات الحالية. أبرز حاجة معايا في هذه اللحظات وأبدأ بيها فقرة الأخبار وهي متعلقة بتصريح لكابتن فريق النادي الأهلي لكرة السلة سيدات كابتن دينا عمرو، واللي قالت في هذا التصريح إن النادي الأهلي جاهز لبطولة إفريقيا وجاهزون أيضا لإسعاد جماهير النادي الأهلي. دينا عمرو أكدت إن الفريق جاهز لخوض منافسات البطولة الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 15 من شهر ديسمبر الجاري على ملاعب استاد القاهرة الدولي. وقالت دينا أن فريق الأهلي يسير بخطى ثابتة هذا الموسم بفضل فترة الإعداد المميزة التي خضها والتي انعكست على أداء اللاعبات بجانب تعليمات المدير الفني الكابتن علي هاشم خلال الفترة الماضية. كابتن الفريق أوضحت أنها سعيدة للغاية لمشاركتها الأولى في بطولة إفريقيا التي يسعى الأهلي لتتويج بها وإسعاد جماهيره، خاصة أنها مقامة في مصر وبيستعد لها الفريق جيدا من خلال معسكر مغلق. الفريق في انتظار قرعة البطولة خلال الفترة القادمة لتحديد المجموعة التي سيتواجد بها الأهلي، وهو حاليا الفريق مكتمل الصفوف في ظل عدم وجود إصابات في الفترة الحالية. حالة المعنوية الحمد لله مرتفعة للغاية بعد العروض القوية في بطولة المرتبط اللي اقترب النادي الأهلي بإذن الله من حسمها خلال الفترة القادمة. دينا قالت كمان أن الروح الموجودة داخل أو بين لاعبات الفريق والبرنامج الفني والبدن اللي وضعه المدير الفني سيكون له مردود قوي على نتائج الفريق في بطولة إفريقيا. كابتن الأهلي أعلنت عن سعادتها وأعربت عن سعادتها بموافقة مجلس الإدارة على دعم الفريق باللاعبة كيلسي ميتشل المحترفة في الدوري الأمريكي لتكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة القادمة. طيب خبر آخر متعلق برضو بفريق سيدات سلة الأهلي، ولكن من خلال الهيد كوتش المدير الفني الكابتن علي هاشم اللي هو أعلن فيه جاهزية الفريق لبطولة سيدات السلة خلال الفترة القادمة. علي هاشم قال إن الفريق جاهز لهذه المنافسات إن شاء الله في الفترة اللي هتنطلق فيها البطولة من 6 إلى 15 من شهر ديسمبر الجاري، وقال إن الفريق بينتظر قرعة البطولة المقرر إقامتها إن شاء الله يوم الخميس المقبل لمعرفة مجموعته لتحديد المستويات الفرق اللي هيواجهها الأهلي إن شاء الله خلال مباريات البطولة.
قال إن الفريق بيسير بشكل جيد في دوري المرتبط، ويتبقى لنا مباراة واحدة على التتويج بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، نأمل في ارتفاع المستوى خلال المباريات القادمة. كابتن علي هاشم قال برضو مش هيقلقوا قوي فكرة الفوارق في القوة البدنية بين الأندية المشاركة، لأن لاعبات الأهلي عندهم لديهن خبرة كبيرة في المباريات والمشاركات مع النادي ومع منتخب مصر. نحن سعداء بالمشاركة الأولى في بطولة إفريقيا وسط حب جماهير النادي الأهلي التي تمثل الدافع الأكبر للفريق. طيب، خبر آخر لكن متعلق بفريق كرة السلة رجال، وهنا بنتكلم عن أحد نجوم الفريق أحمد السلعاوي، بيخضع لفحص طبي جديد خلال الأيام القليلة القادمة في إطار تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لإعداد وتجهيزه فنيا وبدنيا للمرحلة القادمة. اللاعب هيخضع لفحص طبي في إطار الحرص على قياس نسبة تعافيه من الإصابة التي عانى منها في الركبة واستلزمت خضوعه لعملية جراحية منذ عدة شهور. ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة السلعاوي من أجل تجهيزه بالصورة المناسبة لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة. طيب، فريق اليد، فريق شباب اليد مواليد 2000 كان بيلعب مباراة مع نادي الفيوم في الدوري وحقق فوز مهم جدا على هذا الفريق في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري في ال 24 ساعة الماضية. المباراة أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وفريق الأهلي مواليد 2000 أدى فيها مباراة قوية جدا على فريق الفيوم وفاز بدبل سكور، فاز بنتيجة 40-20 على فريق الفيوم.